يا سناء يا سناء الأطرب يا رب يا سناء انقذيني وحياة أمك. لا 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 حاضر حاضر يا سناء حاضر هديك الفيديو خلاص انقذيني بقى انقذيني يلا ننقذ بسرعة فوزي. كنت حموت كان سيلفستر الأسطورة حيموت مش مصدق شريط حياتي الإجرامية كله عدى من قدامي في لحظة في لحظة الحمد لله يا رب يلا بقى هات الفيديو الفيديو بتاعك أيوة الفيديو بتاعك كنت بتسرق محل المجوهرات صح أيوة هو هاته بقى مش معايا والله دلوقتي نعم ده أنا أنقذتك ونجيتك من الموت عشان أنا ذكي جدا يا ماما ذكي جدا يا سناء وقدرت أخدعك إن حدهولك إيه رأيك في تمثيل يا بنت سناء بذمتك أنا مش شبه عمر الشريف وأنا عامل نفسي خايف كده زفت مقرف جدا لا 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 ما تهزريش طب بالامانه كده تديني كم من 10 في التمثيل ده انا هديك 10 بنيات في وشك لو ما جبتش الفيديو حالا اهدى بقى سناء مش عايزين مصايب تانية انت مش شايفه بيستفزني ازاي يا فوزي ما هو لو ضربتيه دلوقتي لازم نعالجه ونوديه المستشفى وندفع له ثمن العلاج وهي مش ناقصه مصاريف هي انت بقيت بخيل ولا ايه يا فوزي انت قعدتك مع بابا اثرت عليك ولا ايه لا 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 لا, لا انا مش بخيل خالص وعشان اثبت لك اتفضلي عوري سيلفستر براحتك زي ما انت عاوزه وانا هدفع ثمن علاجه وبراحتك بقى كسري وشه وانا هجبس وش مين اللي هيكسر عمهم هو وش ايه يا واسطة انت شايفها بتتهمني بالبخل اهو معلش هندغدغك مرة واحدة بس كده عشان شكلي ما يبقاش وحش قدامها وانا شكلي يبقى وحش بقيت حياتي يعني عادي عشان خاطرك انجزني يا سيلفستر وهات الفيديو اوه خلاص ماشي انا شايله في عربيتي ثواني هجيبهولك يا حلو هو كان هنا انا فاكر ايوه كان هنا يا اخوانا راح فين ده انت بتدور العربية ليه انت هتهرب ولا ايه لا اوعى يا عم اهرب ايه بس انا بشغل التكييف الدنيا حر وانا بدور في الحر اللي احنا فيه ده طب يلا طلع الفيديو بسرعة اوف يا سيلفستر والنبي مش قادر اجري ضحكت عليكم حلوين التمثال يجي لي يا اما هتتحبسي الصبح يا سونسون يا جميل سلامة حلوة يا لهوي ده بيهرب يا فوزي وقفوا اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين النهارده احنا بنعمل مقابلات مع الناس في الشارع احتفالا باليوم العالمي لحقوق الانسان وحنقابل ناس عاديه جدا من الشارع ونسالهم عن حقوقهم وازاي بيحتفلوا بيوم زي ده نحب نسال حضرتك اسمك ايه انا اسمي لواحظ اهلا بيك يا استاذه لواحظ ممكن نعرف بقى منك ازاي بتحتفلي باليوم العالمي لحقوق الانسان وايه هي طقوسك في اليوم ده والله يعني حضرتك انا بحب جدا ادي الحقوق لاصحابي وانا كمان يعني ما بحبش اظلم حد ولا اسرق حد حتى انا في يوم مفترق زي ده بحب اعمل اكل واوزعه على الناس كنوع من الاحتفال يعني الحق الحق لواحظ واقفه اهي مع المذيعه ويعني النهارده احتفال كبير طبعا باليوم التاريخي ده وانا مبسوطه والله جدا يوم تاريخي ايه فين التمثال اللي انت سرقاه مني يا لواحظ ثواني بس يا فندم احنا على الهوا ايه يعني هيجيلنا برد مش فهماكي طلعي التمثال يا لواحظ يا اما هشقك نصين انتوا لقيتوني ازاي وبعدين انا قلتلكوا انا مش فاكرة التمثال فين تمثال ايه يا فندم هو انت حرامية دي لسة كبيرة جدا وقتلة مأجورة كمان ونصابة وسرقة مني التمثال وهربت من المستشفى وابنها محبوس قلتلك انا مخلفتش ومش فاكرة اي حاجة انا هفكرك فوزي يلا زي ما كنا ناويين نعمل يا جماعة من فضلكوا اهدوا شوية احنا بنصور انا هرجع لك ذاكرتك بقى يا لواحظ شايف الشومة الجميلة دي هتاكلي بيها على دماغك لغاية ما تفتكري لا 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 ارجوكوا ارحموني خدي بقى على دماغك خدي يا لواحظ لا 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 كفاية ارجوك ها افتكرتي لا برضو لسه ده انا هخليكي تفتكري يوم ولادتك حالا يا حبيبتي خدي افتكري بقى خلاص 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 افتكرت والله خلاص فين التمثال بصراحة بعته يا يومك اللي مش هيعدي معايا يعني ابنك يديك التمثال تشليه عندك تقوم انت بيعاه اعوذ بالله منك سناء انت متأكدة انها مش بتكذب ازاي اكيد بتحاور علينا ثواني هتأكد ان ذاكرتها رجعت لها فاكرة ابنك مهند مهند ابني اكيد حصل له حاجة اكيد مات انا لازم اقوم البس اسود حالا عليه يا حبيبي يا ابني كده خلاص ذاكرتها رجعت لها يا ريتنا كنا ضربناها على دماغها من بدري انت عارفه بقى ابنك حصل له ايه لو اخبار وحشه ما تقولهاش غير وانا لابسه اسود مش عارف استعمل الصدمه وممكن اموت لا بقى هنقولك
ابنك اتحبس وانا اللي سجناه. ابني حبيبي. لا انا خلاص عمود لازم البس اسود. بس خرج تاني بالسجن. الحمد لله. كنت حاسه انه بريء. لازم اقوم البس الوان واحتفل. بس انا حبسته تاني. يا لا لا خلاص حمود يا ناس، يعني مش هشوف ابني تاني. لا خلاص يا حاجة، ابنك هيتحبس كتير قوي. يبقى لازم الحق اروح اتجوز واخلف واحد غيره. ايه ده؟ ايه السهولة دي؟ ده انت بايع ابنك خالص. ممكن طيب تخبطوني على راسي تاني عشان انسى، مش عاوز افتكره تاني. ماشي هنخبطك بس بشرط واحد، لازم تقوليلنا بعت التمثال لمين. واحد اسمه الكردي قاعد في مكان في الخريطة دي. يلا بقى اخبطوني وريحوني. طب يا جماعة بقى انا نفسي اتكلم من بدري، على فكرة احنا كل ده كنا بنصور. يا لهوي خد الشريط بسرعة واكسره يا فوزي، انا مش ناقصة فيديوهات تاني تتمسك علينا. ادي الشريط اهو خلاص تمام. خلاص كده استعدي بقى وهتيري دماغك دي يا لواحظ عشان لازم تتضربي حالا. خد يا لواحظ. دماغي. فاكرة ابنك مهند يا لواحظ؟ مهند مين؟ مش فاكرة حد بالاسم ده. برافو يا ابو الافواز، يلا بينا نمشي من هنا. هيا فوزي هنعمل ايه؟ فهمت اي حاجة من الخريطة دي؟ مش قادر افهم اي حاجة. وفرد بقى روحنا ولبسنا في مشكلة جديدة. اقوم اتعصب بقى وادي الدنيا في داهية تاني؟ يا ستي لا مفيش الكلام ده، انا جنبك ومعاكي. احنا لازم دلوقتي حالا نقوم ونركب عربيتنا ونروح للكردي نشوف حواره ايه. وكويس اننا خدنا 50,000 جنيه من ابوكي بتوع مستشفى لواحظ، هيبقى معانا فلوس نغطي الرحلة دي. ماشي، ما انا معتمد عليك يا فوزي في الموضوع ده، ويا رب ما يحصل اي حاجة تبوظ الموضوع عشان اتعبت بقى. سناء وفوزي هنا، ده انتوا وحشتوني قوي، انتوا خارجين ولا ايه؟ لا خالص يا امينه، احنا مش رايحين في حته خالص. احنا كان نفسنا نقعد معاكي اكتر من كده يا امينه والله، بس احنا لازم ننزل حالا، رايحين نجيب شويه حاجات انا وفوزي. طب كويس جدا، هاجي معاكوا بقى اصلا انا فاضيه. لا لا خليكي، احنا بنحب نروح لوحدنا، وانت خليكي هنا في البيت عادي عادي براحتك، بيت اختك، واستني بابا لما يجي واقعدوا سوا. ماشي براحتكم. ماشي سلام يا امينه. بقى بتخبوا عليا انكم رايحين مغامره جديده؟ اذا كان انا قاعده بتصنت عليكم من ورا الباب بقالي ساعه. ماشي بس انا مش هسيبك تضيع مني برضو يا فوزي، وهفضل وراك وهشوف رايحين على فين بقى. ما يا ماما لوحظ، انا هربت من السجن وجيت. انت فين؟ انت مين يا ابني انت؟ وازاي فتحت الباب ودخلت عليا الشقه عادي كده؟ مين ايه يا ماما؟ انا مهند ابنك. مالك؟ انا ماليش ولاد، انا مش بخلف اساسا. مش بتخلف ازاي بس يعني؟ امال انا جيت ازاي؟ اكيد انا مش كرتون يعني. يا ابني زي ما بقول لك كده الله لا يسيئك، انا مش بخلف. لا 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 معلش معلش ثواني، اوعي تبقى الجمله اللي جايه انت مش ابني، انا جايبك من دار ايتام والكلام ده صح؟ ها؟ ويطلع اسم بالاخر دوشه البربنت. يا ابني لا مفيش كل الافلام دي، انا مش بخلف. ولا انت شكلك حرامي عشان دوشه البربنت ده، انا فاكراه ده كان حرامي صح؟ ايوه ما هو كان اعز اصحابي في السجن. يا ماما ارجوك افتكريني بقى، انا هربان من السجن مخصوص علشانك. والله انا مش فاكره اي حاجه، اخر حاجه فاكراها ان في واحده اسمها سناء وواحد اسمه فوزي ضربوني على دماغي جامد بشومه، ومن ساعتها مش فاكره اي حاجه. سناء وفوزي؟ لا 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 دي كبرت قوي. لا كبرت ووسعت يا سناء، هي حصلت تضربي امي انا وتخليها تنساني. ما تقلقيش يا ما، حقك هيرجعلك عادي، حتى لو ما رجعتوش انا مش فاكراها ومش فاكراك اساسا. الو دوشه البرمنت معايا؟ معاك مهند. بقول لك ايه، انا محتاجك في عمليه مهمه جدا ولازم تقف جنبي. ماشي يا حبيبي هقابلك هناك. كلمه السر سانتوس. اوكي يا حبيبي استعد يا سناء، اللي جاي دمار.